هل اليهود والنصارى في هذا العصر يعتبرون من أهل الكتاب خاصة وأنهم يحاربون الله ورسوله؟ هم من أهل الكتاب إلى أن تقوم الساعة، هم من أهل الكتاب إلى أن تقوم الساعة، ولو كانوا يحاربون الله من قديمهم، يحاربون الله ورسوله وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحاربون الله ورسوله، والله سماهم أهل الكتاب، فهم أهل الكتاب. كل من دان بدين اليهود فهو يهودي، وكل من دان بدين النصارى فهو نصراني في أي وقت. نعم.